تقترض من البنك باسم شخص. إذا يقول هل يجوز أن أقترض من البنك لحاجة هكذا؟ اللي تزوج قال أصدقاء يقول. البنك بدل الأصدقاء؟ إذا كان البنك غير ربوي يجوز، إذا كان البنك ربويا لا يجوز الاقتراض منه. نعم خلاص لا تأكل ولا تشرب. لا تحكم هكذا، لا ما في أسئلة بهالطريقة.